rocky here. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى هاتين الآيتين، فقال لها إنه جبريل عليه السلام، ووصف لها ضخامة خلقه. وفي الحديث في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سردا إراما. ومما يدل كذلك على ضعف عليه السلام ما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود. ومن صفات خلق الملائكة كذلك أن لهم أجنحة، قال الله سبحانه وتعالى عنها الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر واليواقيت. ولا يوصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، وقد أنكر الله تعالى على مشرك العرب اعتقادهم بأن الملائكة إناث، قال عز وجل وجعلوا الملائكة